من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اليقين، بل هي من أعلى المنازل إن لم تكن أعلاها على الإطلاق، لأنه ليس بعد اليقين في الإيمان مزيد. نعم، الإيمان يزيد وينقص، فله لا شك حد أعلى وله حد أدنى، فالحد الأدنى سيقارب الكفر لا شك في ذلك، والحد الأعلى لن يجاوز منزلة الصديقية لغير الأنبياء، وإنما الصديقية مشاهدة ومعاينة وجدانية قلبية، وهي التي ينتج عنها هذا المعنى اليقين. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فتحدث عن اليقين هاهنا مرتين بمعنيين مختلفين. أما الأول كلا لو تعلمون علم اليقين، فهو علم، الأول اليقين علم، والثاني اليقين معاينة، ثم لترونها عين اليقين. وبيان ذلك أن الله جل وعلا حينما خاطب الناس ألهاكم التكاثر من الإلهاء والإشغال، التكاثر محبة الكثرة والجمع من المال والأولاد وما شابه ذلك من شهوات الدنيا ومتعها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. في هذا يكون التكاثر، في هذا يكون التكاثر من التفاعل، وهو أنك تكثر وتحب أن تكثر مالك وولدك ورزقك. لما؟ لأن صاحبك جارك أو أخاك أو منافسا لك قد كثر ماله وولده، فتكاثره أي أنك تنافسه، دال على المشاركة في الكثرة، تنافس، تنافس الدنيا والتنافس في الكثير، فهو التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وهذا مشاهد معاين، الذين أعمت الدنيا قلوبهم وأحبوا كثرة أموالها وأولادها أشركوا بالله، فذهبوا إلى المقابر إما رجاء السحر أو للاستغاثة بالأموات أو غير ذلك من الأعمال الشيطانية التي يظن أن بها يستجلب الرزق وكثرة الولد والمال، حتى زرتم المقابر. ثم خاطبهم الله جل وعلا بأداة الجزر، كلا جزر سوف تعلمون، سوف تعلمون حقيقة تكاثركم وأنكم كنتم تتكاثرون في العذاب والخراب والعياذ بالله وليس في العمران. كلا سوف تعلمون علم، ستدركون علميا في الآخرة أنكم على باطل وأنكم كنتم تجمعون وتكثرون في الجمع من الحطب الذي به تحرقون والعياذ بالله، نسأل الله العافية، تحرقون في نار الجحيم. كلا سوف تعلمون، فهو وعيد وتهديد وزجر شديد، زجر شديد، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وتكراره يدل على شدته وخطورة أمره. ولله المثل الأعلى، حينما تهدد ابنك أو ابنتك أو أخاك الصغير فتقول له ستعلم غدي تشوف، وأنت تريد بذلك إفزاعه وترهيبه يتخلعه، فكذلك ولله المثل الأعلى. هذا الأسلوب القرآني بناء على أساليب العرب في التهديد، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ثم قال جل وعلا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو كان منكم من يعلم الآن في الدنيا علم اليقين ليرى الجحيم الآن في الدنيا، الجحيم العذاب النار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو بلغ إيمانكم درجة اليقين، لو آمنتم بالله حق الإيمان وترقيتم بمراتبه إلى درجة اليقين. ما درجة اليقين؟ المشاهدة، لكنها ليست مشاهدة بصرية بل هي مشاهدة قلبية،
علم جاءت مما وقع بقلبك من الإيمان علما بالله جل وعلا. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو تعلمون أي لو حصل بسبب إيمانكم العميق لكم علم بالله وبالآخرة، لو حصل لك علم بالله وبالآخرة لرأيت الجحيم، ولو رأيت الجحيم لوقع في قلبك من الرهب ومن الرغب، من الرهب من النار ومن عذاب الله، ومن الرغب أي الرغبة والرجاء في الله عز وجل أن تكون من الناجين. والدليل على أن هذا المقطع الأول رؤية قلبية دنيوية ليست أخروية ما جاء بعد من كلام الله جل وعلا، وهو قوله سبحانه ثم لترونها عين اليقين، أي المعاينة. إذا لم ترى النار في الدنيا ببصيرتك فستراها في الآخرة لكن ببصرك وليس ببصيرتك فقط. لما شافهاش بقلبه الآن غادي يشوفها بعينه غدا، نسأل الله العافية. ثم لترونها هذا المرة ماشي علم اليقين، لا عين اليقين، لأن الدين في الدنيا يؤخذ علما. الدين كله منين جاء؟ أخبار. القرآن وردنا خبرا عن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أباء ديالنا جابوه من عند جدودنا وجدودنا قرأوا على جدود جدودنا وهكذا، خبر أخبار متواترة مستفيضة. جاء الحفاظ ملايين وآلاف من الحفاظ من عهد محمد عليه الصلاة والسلام نقلوه عنه، وهو عليه الصلاة والسلام نقله عن جبريل عن رب العزة. علم، سألت أخبار. فلا إيمان إذن إلا وهو مبني على علم، علم بالخبر وعلم بالله جل وعلا مما وقع في القلب من آثار تلك الأخبار من القرآن طبعا ومن السنة، والسنة كلها أخبار بشكل واضح. ولذلك إيمان الدنيا لا يكون إلا مبني على علم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وهذا العلم يضطرب في قلب الناس وفي قلوب الناس بين الشك فيفقد آثاره العلمية في قلب الشاك والمنافق، وبين الظن الغالب الراجح وهو قلب المؤمن. قال عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. صحيح أن يظنونها هذه هي بمعنى يوقنون، ولكنه جل وعلا استعمل يظنون إشارة إلى بدء الإيمان. كيف يبدأ؟ يبدأ ظنا. الإنسان حينما يكون كافرا، الحمد لله نحن ورثنا الإيمان، ولكن بالنسبة للعرب الذين كانوا قبل الإسلام ثم أسلموا، وللعجم الذين يسلمون اليوم في كل يوم، فلا يقع بقلوبهم اليقين مرة واحدة، كلا طبعا، وإنما قد يكون في البداية شك، ربما يكون هذا الدين حق، ربما، ثم يتحول هذا الشك إلى ظن، والظن أقوى من الشك، لأن الشك مذبذب، الشك هو إيمان المنافق، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلا هو بإيمان حقيقي، وإنما هو إيمان باطل، ولا يقبل من المسلم الشك، أفي الله شك؟ إذا لا يقبل الشك من المؤمن. لكن الظن الراجح الغالب الذي يجعل صاحبه يؤمن بالغيب، فذلك بدء الإيمان. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وتعبدنا ربنا بالظن، لأن أخبار الآحاد الصحيحة كلها ظنون، لكن معنى ظنون ماشي مشكوك فيها لا إطلاقا، ظنون بمعنى أنها راجحات، ترجيح غالي، ولذلك نعبد الله بها، وهو خبر الأحد الصحيح. أما اليقين فشيء آخر. اليقين حينما يبلغ الإيمان بقلب العبد إلى درجة لو كشفت الحجب نزداد شيئا من تيقنه، يعني وصل به الإيمان إلى درجة أنه يؤمن بالله كأنه يراه، كما في عبادة المحسن، قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. صحيح أنك لا تراه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولكنك تعبده بطريقة من يعبد ربا يراه حقيقة. أنت لا تراه حقيقة ولكنك تراه بصيرة، ورؤيا البصيرة أعمق في الإيمان من رؤيا المشاهدة العينية في الإيمان، لأن الإيمان لا يكون إلا غيبا ولا يكون إلا في الدنيا، لأن إيمان الآخرة لا جزاء عليه،
اللي كان كافر في الدنيا حتى الآخرة قال دابا آمنت، لا قيمة له، صفر. فالإيمان الحقيقي إنما يكون بالدنيا، ولذلك إنما ينبني على الغيب، الذين يؤمنون بالغيب. ولا يصح إطلاق الإيمان على شيء إلا إذا كان متعلقا بأمر غيبي، ولا يصح حتى في اللغة، مجرد اللغة، أن تقول أؤمن بهذا الإنسان، يعني لا يصح إطلاقا، يعني تؤمن بوجوده لا يصح، ما دام هذا الإنسان أمامك معاينا. وقولهم آمنت برسول الله، أي قول الصحابة الذين عاينوه ورأوه، لا يعني بشخصه كلا، وإنما إيمانهم برسول الله عليه الصلاة والسلام باعتباره نبيا يوحى إليه، وهذه حقيقة لم يشهدها أحد منهم، حتى واحد من الصحابة ما شاف الوحي كيفاش كيدير ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لم يكن يرى. عائشة إلى جانب رسول الله، وربما كان متكئا على فخذها والوحي ينزل عليه ولا تشعر بشيء، هي ما كتصيق خبر، حتى يسرى عنه عليه الصلاة والسلام فينطق بالقرآن. ولذلك إنما كان إيمان الصحابة برسول الله غيبا لا معاينة، غيب. وكذلك الإيمان بكل الأركان الإيمانية، إذن ينبني أساسا على الظن، ويعمر قلب العبد شيئا فشيئا بالإيمان حتى يبلغ درجة اليقين، وهي أعلى الدرجات الإيمانية، وذلك ما وجب على العبد المؤمن أن يسعى إليه ويجتهد من أجل أن يصل إلى هذا المعنى. قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما الفرق بين الإحسان واليقين؟ الإحسان هو عمل العبادة، إحسان العبادة يعني عمل التعبد، لمن؟ لمن وقع في قلبه اليقين. فاليقين هو صفة العبد الذي يقوم بالإحسان في العبادة، إذا كان وقع بقلب العبد اليقين فعبادته تكون إحسانا، فالإحسان إذن ينتج عن اليقين في العبادة، ولا يمكن لمن لم يبلغ درجة اليقين أن يبلغ في العبادة درجة الإحسان، فيعني الإحسان نتيجة حاصلة عن اليقين، واليقين منزلة إيمانية تقع بقلب العبد بسبب إلهام الله جل وعلا وهدايته إياه، ثم بسبب ما هداه إليه من الإقبال على الله جل وعلا بصدق، يصدق الله كثيرا ثم يصدقه ثم يصدقه حتى يبلغه مولاه درجة اليقين، علما لا معاينة، لأنه لا معاينة للحقائق الإيمانية في الدنيا، وإنما معاينة الحقائق الإيمانية تكون بالآخرة، بما في ذلك رؤية الله جل وعلا في الجنة. فالمؤمنون طبعا يرون ربهم في الجنة، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته يوما في ليلة مقمرة، واحد الليلة كانت القمرة مدورة مقمرة والسماء صافية، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون هذا القمر؟ هل تضامون في رؤيته شيئا؟ واش غيب عليكم شي طريف منه مضبب شي شوية؟ قالوا لا يا رسول الله، السماء صحية والجو صافي والقمر كيبرق بالنور. قال لهم كذلك سترون ربكم لا تضامون في رؤيته شيئا. وكل من رأى الله جل وعلا في الآخرة بالجنة ينعكس نوره جل وعلا على وجهه، وثبت بذلك أحاديث صحاح عجيبة، يعني أن الإنسان اللي ربي كرمه ثم الله تعالى كرمنا كاملين برؤيته سبحانه وتعالى وبمشاهدته، من اللي كتشوف الله عز وجل في جلال الله وجماله في الآخرة، نوره النور ديال رب العالمين كيضرب لك في وجهك، والوجه ديالك كيتطلب النور ديال رب العالمين. ولذلك في الحديث الصحيح المليح إن في الجنة لسوقا يقصدها المؤمنون كل جمعة، كل جمعة رب العالمين دير السوق، سوق الجمعة كاين في الجنة، مع الأسف الناس كيديروه في الدنيا باش ما يصليوش الجمعة، نطلب الله السلامة والعافية، هذا من أفعيل إبليس. ولذلك يحضر سوق الجمعة بالآخرة من يحضر الجمعة في الدنيا بمساجد الذكر ويذر البيع، حتى إذا اجتمع الناس تجلى لهم ربهم جل وعلا كما شاء سبحانه وتعالى، لا يصفه الواصفون ولا يحصي ثناء عليه المثنون جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام فتهب ريح الشمال،
الاسم النبي صلى الله عليه وسلم المريح الشمالي، كانت الرياح في الجزيرة العربية. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام حدث الصحابة بما يفهمون من الكلام، فريح الجنة عمرها ما تكون بحال ريح الدنيا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدثنا الله عز وجل عن النخل والرمان والأعناب، ولكن يشترك ذلك مع فاكهة الدنيا في الاسم، أما الحقيقة شيء آخر ما يطيح لك حتى على البال. في الجزيرة العربية كان فيها جوج الأنواع ديال الريح، ريحان جنوب وشمال، كما قال امرؤ القيس في معلقته: لما نسجتها من جنوب وشمال. ريح الشمال وريح الجنوب. ريح الجنوب كتجيب لهم الشوم، كتجي من جنوب الجزيرة العربية من تلت الخالي، ريح حارة كتشقق الوجه والشفايف ديال الناس، كانوا كيتشأموا منها العرب، كيخافوا منها لأنها تهلك الحرثة والنسل. وريح كتجي من الشمال ديال الجزيرة العربية، ومعروف أن الجنوب ديال الجزيرة العربية كما هو الآن جنوب صحراوي قاحل، بينما الشمال يجي من جهة بلاد الرافدين، بلاد ديال الفرات ودجلة، بلاد الخير يعني بلاد الري، فكتجي باردة فيها الغربي تماما. احنا عندنا في المغرب، لأنه القضية جغرافية، عندنا في المغرب الشرقي والغربي، الغربي كيجي مزيان والشرقي كيجي حار. فكذلك إذا في الجزيرة كان ريح الجنوب وريح الشمال. فعبر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بما يفهمون، قال: فتهب ريح الشمال. ونحن نأخذ العبارة كما وردت، لا نؤولها، وإنما نستعين بواقع العرب وبلغة العرب بالأحرى، نستعين بلغة العرب على فهمها. الله أعلم ما شمال الجنة وما جنوبها، الله أعلم. نحن لا يعني ندخل في تفاصيل هذا، ولكن نسلم بالعبارات كما وردت. قال: فتحثوا على وجوههم، كتنوض الغبرة وترميها لهم على وجههم. ولكن هذه الغبرة ديال الجنة من أي شيء؟ من المسك، ماشي من التراب العادي أبدا، بل تحثوا في وجوههم المسك، فيزدادون نورا ويزدادون جمالا بنور الله إذ رأوا ربهم، ثم بطيب الجنة من مسكها وعنبرها المتناثر في الأرض، فيرجعون إلى أهليهم كيتسال السوق، كيرجعوا للزوجات من الحور العين، فينظر إليهم الحور العين ويقولون: والله لقد ازددتم جمالا. كيتبدلوا عليهم، يعني زاد النور في وجههم، والله لقد ازددتم جمالا. هما عاود كيكونوا توحشوا الزوجات ديالهم، كيقولوا لهم: وانتن ايضا والله لقد ازددتن جمالا. هذا الامر العجيب من المشاهده العينيه، ادرا العين مش البصيره فقط، لا يكون الا بالاخره. سواء الذين عاينوا الجنة جعلنا من أهلها، أو الذين عاينوا النار ودخلوها نعوذ بالله منها. وكل المسلمين سيرون النار، لكن نعوذ بالله هناك من ينكب ويكبكب فيها، نسأل الله العافية، وهناك من ينجو ويعبر الصراط عبر البرق أو على قدر إيمانه وهداية الله له وتثبيته سبحانه وتعالى. فمن هنا إذن كانت رؤية الإيمان علم اليقين رؤية قلبية دنيوية، ورؤية الإيمان عين اليقين رؤية بصرية أخروية. في الأخيرة ما كيبقى حتى كفر، كل شيء كيولي مؤمن، سواء الذي في الجنة أو الذي في النار نعوذ بالله من النار. لأنه آنئذ الكفار بمجرد ما تبعث فيهم الأرواح كيعرفوا بأنه صدق الله ورسوله، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، شوية كيدوروا في رؤوسهم، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولو مسلمين ديك الساعة، ولكن بعد فوات الأوان نعوذ بالله. لأنهم علاش ولو مسلمين؟ شافوا، شاف كيف انبعث من القبر، رأى، أما وقد عاين بعينه فلا إيمان. وإنما الإيمان الحقيقي الذي بني على غير المعاينة البصرية، وإنما على اليقين القلبي، أو نسميه المعاينة القلبية ليس البصرية، أو الراجعة إلى البصيرة. من هنا إذن كان هذا الإيمان، الإيمان اليقيني، اليقين الذي يقع بقلب العبد، يجعلك في الدنيا ترى الجنة وترى النار وترى الله جل وعلا، لكن بعين البصيرة. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو لديك اليقين العلمي الدنيوي لترون الجحيم، غادي تشوف جهنم، ولكن ليس بعينك طبعا هذه الرؤية، لترون الجحيم رؤية قلبية. وهذا هو معنى اليقين، جعلنا الله وإياكم من أهله. كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم. أما وإنكم لا تعلمون علم اليقين فإنكم لا ترون لا الجحيم ولا غيرها. وقال الجحيم ولم يقول الجنة، لأنه يخاطب أهل التكاثر الذين يتكالبون على الدنيا ويجمعونها بغير حقها ويتفخرون فيها ويتكاثرون في أموالها وأولادها. ولذلك قال في البدء: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم نعود إلى الآية الأخرى حيث قال جل وعلا: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. هو يقين دنيوي ليس أخرويا، ولكنه عام في كل الناس، في المسلمين وفي غير المسلمين. لأن المفسرين قالوا إن اليقين هنا هو بمعنى الموت، وخاطب الله رسوله عليه الصلاة والسلام: واعبد يا محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الخطاب لرسول الله فهو لأمته جمعاء، إلا ما خصه الدليل. مع دايلة جات شي آية كتقول لنا بأن، أو حديث يقول لنا بأن هذا الحكم ديال محمد عليه الصلاة والسلام، ديال سيدنا محمد وماشي ديالكم نتوما. يعني معروف بعض الأحكام الخاصة به كزواجه بتسع نسوة، وكذلك بصيام الوصال وبوجوب صلاة الليل عليه، إلى غير ذلك من الأمور التي كانت خاصة به ومن خواصه عليه الصلاة والسلام. وما دون ذلك مما لم يخصه الدليل فهو خطاب للناس أجمعين. واعبد ربك يا محمد عليه الصلاة والسلام، ويا من تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. واعبد ربك حتى الغاية، أي إلى غاية أن تموت، حتى يأتيك اليقين. ولذلك قلت إن هذا اليقين هنا عام في المسلم وغير المسلم، لأن البشرية جمعاء توقن يقينا بأنها ستموت. ما كاين شي يهودي على وجه الأرض أو نصراني أو مجوسي أو واحد ملحد ما عنده دين، اللي عنده شوية ديال الشك في أنه عمره ما يموت، هذا ما كاينش. كل الناس له يقين 100%، ما عنده شي غرام ديال الشك ولا غرام ديال الظن. كل الناس له يقين في أنه سيموت في يوم ما. فهذا اليقين يستوي فيه المؤمن والكافر، ولكن يختلف المؤمن والكافر في طريقة التعامل معه. طريقة التعامل ديالنا معه مختلفة. فالمؤمن حينما يوقن بأنه يموت ويتذكر هذه الحقيقة، فإنه لا يرى الموت من حيث هو موت وحسب، كما يراه الكافر الذي لا يؤمن بالآخرة ولا يؤمن بالبعث. قل بلى وربي لتبعثن، وهذا هو الأمر الزائد لدى المؤمن، يؤمن باليقين موتا وبنتائجه بعثا ونشورا. ومن هنا فالاستواء الحاصل بين المؤمن والكافر في اليقين إنما هو من حيث كونه نهاية الحياة الدنيا، ثم يزيد المؤمن على الكافر بحقائق أكبر من الكون نفسه، وهي البعث بعد الموت. هذه حقيقة أكبر من هذا الكون الذي نعيش فيه، لأن الكون الذي سيخلقه الله جل وعلا بعد فناء وإفناء هذا الكون هو أعظم بكثير مما يتصور، مما يتصور. كما بدأنا أول خلق نعيده، سيعيد الله جل وعلا تكوين الخلق وتكوين الكون من جديد، لكنه كون مختلف عن هذا الكون، ماشي بحال هذا. لماذا؟ ليس مثله، لأن هذا الكون ركب مذ خلق تركيبا زمنيا. معنى ديال هذا الكلام بحال الساعة من اللي كترقلها باش ضرب في واحد الوقت معين، ولا بحال الساعة الميكانيكية القديمة اللي كتعمر بالساروت ديالها، كتعمرها تعمرها، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثال، ولكن من أجل التقريب والفهمي كتعمر الساعة راه عمرة، ولكن هي كتحرك وهي كتخوي الزاد ديالها حتى تسكت. فكذلك هذا الكون الذي نعيشه ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى بناه وخلقه إلى حين، يعني يعمر ويعمر إلى حين. هذا الحين هو الساعة، سماها الساعة الوقت، يعني ساعة الكون. فهناك الساعة البشرية المتعددة، ساعتي وساعتك وساعة الوالدين اللي ماتوا الأجداد وهكذا، ولكن هناك الساعة العامة الشاملة لا يبقى بعدها شيء إلا الله جل وعلا. كل من عليها فان. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، والرواية الأخرى للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده سبحانه وتعالى.
هذا الكون بني بناء زمنيا، يعني محدود بالزمن، ولذلك فيه الليل والنهار، وفيه حركة، دوران الأرض، دوران الكواكب والنجوم بصفة عامة، أي حركة الأجرام ينتج عنها حركة الزمان، وحركة الزمان لتوقيت الأعمار، أعمار الناس والبهائم والكائنات الصغرى والكبرى والأراضون والسماوات. أما الكون الآخر فهو كون مرتبط بزمن لا ينتهي وبحركة لا تفنى، ولذلك مذ يبعث فيه الإنسان وهو يعيش لا يموت أبدا، يخلد خلودا مؤبدا إما في الجنة وإما في الأخرى نعوذ بالله منها. ولذلك تبقى الأشياء كما هي، وتبقى المتع لأهل المتع لا تفنى، ويبقى العذاب لأهل العذاب نعوذ بالله منه لا يفنى. فهو كون مختلف عن هذا الكون، كون غريب، كون عجيب. اليقين الأول، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هو الذي يكمل اليقين الثاني، أي يقين الموت. عندنا جوج الأنواع ديال اليقين، واحد كيكمل الآخر، ورب العالمين أعطانا هذا يخاطبنا به، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، باعتباره حدا حتميا للحياة، أي للعبادة، لمن وفقه الله جل وعلا ليكون عبدا حقيقيا لله. ثم هذه العبادة يجب أن تبنيها على اليقين، لكن بالمعنى الثاني، أي ما بعد اليقين الأول، وهو يقين المشاهدة القلبية لليوم الآخر ولحقائق الإيمان ولله جل وعلا، مشاهدة قلبية بصائرية، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا اليقين أيها المؤمنون ينال بأمرين، بالعمل ثم بالصدق في التوجه إلى الله جل وعلا، الإخلاص يعني. العمل، العبد العامل هو العبد الذي يصل، لأن العمل سير وحركة، ولا وصول إلا بسير وحركة. واليقين منزلة بعيدة بيننا وبينها مسافات، نحن مضطرون لقطعها، قطع هذه المسافات. ولذلك حدث النبي عليه الصلاة والسلام وبين منهج السير إليه، أي إلى الله جل وعلا، وقال في الحديث، حديث كثيرة تدل على هذا المعنى، معنى السير، سبق المفردون. من السبق، قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأيضا من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، منزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والإدلاج هو السير بليل، وهو كناية ها هنا عن قيام الليل كما بيناه قبل. من خاف أدلج أي صار بليل سير. فإذا المؤمن لا بد له من أن يكون عاملا، وما دمت عاملا فلست بواقف، أنت سائر. وهذا شرط لوصول مرتبة اليقين، لترى حقائق الإيمان، علم اليقين يحصل لك، علم اليقين رؤية قلبية وإبصارا بصائريا لا بصريا. ثم بعد هذا لا بد من تجريد القلب من كل الأهواء، ومجاهدة النفس من أن تؤثر عليها المقاصد الطوارئ التي تصرفك عن سيرك إلى الله جل وعلا، أو تشوش عليك إخلاصك وتعكر عليك صفاء قلبك وخلوص قصدك لله الواحد القهار. إذا كان ذلك كذلك وهو كذلك، فالأمر إذن يومي، يعني أن خصك ليوم غدا تعمل، لأنك ما دمت حيا مطالب بالعمل. واعبد ربك حتى، غاية، حتى ياتيك اليقين. ثم المجاهدة وجب أن تكون يومية، لأن إبليس لا يفتر عنك. وإذا لم يستطع أن يزحزحك عن الإيمان فهو يبذر في قلبك الشك، وإذا لم يستطع أن يبذر في قلبك الشك فهو ينزل بك، أو يحاول أن يزحزحك عن رتبة اليقين إلى ما دونه، أو على الأقل أن يختطف من إيمانك خلسة من الخلسات، رياء لأحد أو تسميعا لشخص أو أي شيء من هذا وذاك، ولو أن يشغلك بالحسن عن الأحسن.
كما قاله الربانيون أو المربون، ولو أن يشغلك بالحسن عن الأحسن. يعني بعض الأحيان إبليس يجي للناس الصالحين ما يقولوش سير زني ولا سرق، عارف ما غيسمعلوش، غير إلا عارفه غادي يدي 700 حسنة في واحد الشغل يقول له أجي دير هذه أجي دير هذه، فيها غير حسنة واحدة إلهيه بواحد الحسنة باش ما يديرش 700. يشغله بالحسن وحسنة مزيان، ولكن باش ما يديرش الأحسن اللي فيها 700، يشغله بالحسن عن الأحسن. وهذا حصل في التاريخ لبعض الصالحين، حينما كان عبد الله بن المبارك صديقا للفضيل بن عياض رضي الله عنهما معه وعن الصالحين أجمعين. وكان الفضيل بن عياض من العابدين، يتجول ويتنقل بين الحرمين الشريفين، يعبد الله مجاورا في مكة ما شاء الله، ثم يعبد الله في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مكة، من مكان طيب إلى مكان أطيب. ثم جاءت نفرة الجهاد في سبيل الله، قتال جهاد في سبيل الله، أعلن النفير، فخرج صديقه العالم الرباني المحدث الجهبذ عبد الله ابن المبارك، خرج إلى الجهاد وظن أن الفضيل سيلتحق به، فلما تفقد الجيش لم يجده، ما لقاهش معه في الجيش، وفهم أن الفضيل بن عياض رضي الله عنه لم يستطع فراق الكعبة، فكتب له رسالة عجيبة تستحق أن تكتب بمداد الذهب، وقال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. يعني إذا قارنت العبادة ديالك في الحرم مع القتال في سبيل الله كتولى ديك العبادة لعب. فالذي يريده الشيطان من الصالحين أن يشغله بالحسن، ما يقدر شاي يدوخ الفضيل بن عياض ويقول له أجي دير شي حاجة ماشي هي هذيك، لا، يقول له مكة الكعبة بيت الله الحرام، ولكنه لهاه على العمل الذي لا يضاهى بشيء وهو الجهاد في سبيل الله. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فجيادنا بدمائنا تتخضب. الخضاب هو الطلاء ديال الصباغة أو ديال الحنة. قال له: إذا أنت كتحني خدودك والحناك ديالك بالدموع ديالك خشية لله، حنا الحناك ديالنا كيتحنوا بالدم ديال الجهاد. من كان يخضب جيده بدموعه فجيادنا، العودان ديالنا، جياد جمع جواد، فجيادنا بدمائنا تتخضب. ولذلك قلت: اليقين صاحبه آمن من وسوسات إبليس ومن نخساته، وهي رتبة عزيزة جدا، ماشي مستحيلة، كلا، هي هبة من الله لمن علم الله صدق قلبه وكمال إخلاصه، ولذلك وهبها الصديقين من هذه الأمة، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. مشهورة القصة جدا، قصة الصديقية في شخص أبي بكر الصديق، حينما جاءه الكفار بل جاءه الشياطين من الإنس متلبسين بشياطين الجن، بشياطين الجن قطعا، في مرحلة ما قبل الهجرة، في أوائل العهد المكي، بقي الله الدين بقي جديد، وكان قد أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الغداة يحدث بما رأى وبما سمع. يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدث الناس بما رأى في الليلة، في ليلة واحدة تهز من فراشه وهو ناعس، أيقظه جبريل وأركبه البراق، ثم أسرى به قبط الطريق في الفضاء إلى بيت المقدس، ثم عرج به، طلعوا بجوج إلى السماء السابعة. طبعا الناس ما غاديش يصدقوا هذا الشيء، فلما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخبر الناس، شكون اللي قال له خبر؟ رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاته صعيبة، كيف ذلك؟ كل شيء بدأ يسخر منه، الكفار جاتهم هي هذيك، جاتهم على القلب، صافي هذا بدأ يخربق. فقالوا له: كيفاش داير بيت المقدس؟ وصفوا لنا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل ليه بالليل، ما عنده ما يوصف، فغم عليه، ولذلك قلت يعني جاته ثقيلة، صعيب عليه، غم عليه، فالله جل وعلا جلى له بصره فجعل يبصر بيت المقدس. ربي عز وجل جاب له الصورة ديال بيت المقدس، حطوه قدامه قدام عينيه، وبدا يوصف لهم: فيه كذا فيه كذا فيه كذا. قالوا له: والله هو كذلك كما وصفت، لانه عليه الصلاة والسلام عمره ما مشى لبيت المقدس، سافر في التجارة ولكن ما وصل شيء بيت المقدس.
وعارفين هما الاصفار ديالو فين مشى، عارفينو العرب مزيان لان البلاد قليله والبشر قليل، متعارفين بيناتهم، احداث كلها ديال الانسان محفوظه. ولكن مع ذلك جعلوها نكته وسخريه وجعلوا يسخرون منه عليه الصلاه والسلام. غير معقول يقولوا له ماشي معقول، ما يمكنش انت في ليله واحده قبضت الطريق من مكه الى القدس وخصك ايام باش توصل بالجمال الذي يجري أو بالخيل السريع، ثم زعمت أنك عرجت إلى السماء السابعة، هذا غير معقول وغير مصدق. فجعلوا يفتنون بذلك المؤمنين، وبعض الناس من المسلمين مع الأسف ارتد عن دينه بسبب هذه القصة، وجاءوا لأبو بكر الصديق، جاءوا ليه باش يفتنوه، قالوا ليه أوا تدري ما يقول صاحبك؟ قال وما يقول؟ ديك الساعة ومازال ما تلاقاش بالنبي صلى الله عليه وسلم، مازال ما خبروش. قالوا ليه إنه يزعم أنه قد أسري به من مكة إلى أقصى ثم عرج به للسماء السابعة. قال كلمة واحدة قال لهم: إن كان قد قالها فقد صدق. غير ما تكذبوش عليا انتما، الى هذا الشيء اللي كتقولوا قالوا هو راه صحيح. صديقيه لما؟ لانه ايقن يقين بان هذا النبي محدث عن الله، هو ما شافش بعينه، ولكن حصل له ادراك قلبي ومشاهده بصائريه لحقيقه الايمان في القران لما سمع من فم رسول الله عليه الصلاه والسلام وتلا من كلامه عز وجل. هذه المنزلة متاحة لكل المسلمين، ليست محصورة في شخص أبي بكر ولا في شخص عمر ولا في شخص أي أحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، بل هي منزلة نعم عزيزة عالية ورفعة، ولكنها لكل من عامل لله وداوم على عمله وأخلص لله في عمله. في جيل التابعين جاء رجل لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبأ به الرسول، نبأ به عن ظهر الغيب، وقال في الحديث الصحيح: خير التابعين أويس القرني، خير التابعين أويس. رجل ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وآمن ولم يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن النبي كان قد مات، وجعل الصحابة ينتظرونه أبو بكر وعمر، فلم يأتي إلا في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال لهم من أوصافه أي النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان به برص فدعا الله عز وجل فشفاه إلا موضع درهم من جنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وكانت له أم هو بر بها، فإذا لقيتموه فاسألوه الدعاء فإنه مجاب الدعوة. صديقية يقين. وأدركه عمر في خلافته، كان عمر كل موسم ديال الحج يخرج للوفود ديال العرب يقلب على وفد اليمن، لأن هذا من اليمن، قرن جهة اليمن في حدود اليمن، هي بلاد هاد أويس رضي الله عنه وأرضاه. حتى كانت سنة من سنوات الحج، خرج عمر بن الخطاب ولقي وفد اليمن، قال لهم: أفيكم رجل يقال له أويس؟ قالوا نعم. قال لهم: فينه؟ قال له: هو هناك مع الدواب والإبل، يعني راهو قبل البهايم، ما دينا فيه كاع، يعني هو داخل سوق راسو متوحد ما مخلطش الناس. قال لهم: عيطوا لي. فجيء به فقال له: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: ألك أم أنت بر بها؟ عندك واحد الوالدة أنت مرضي ديالها مزيان؟ قال له: نعم. قال له: أكان بك برص؟ كان فيك واحد البرص وطلبت الله تعالى يشافيك وشافاك، يلا واحد الدائرة بحال الدرهم ولا الدينار في جنبك؟ قال له: ياها هي. وخلال الله تعالى ديك طبعة ديال البرص باش تبقى، باش فين ما شاف الحمو أو اغتسل أو كذا يتذكر نعمة الله عليه بالشفاء فيزيد في الشكر. فلما أيقان عمر أنه هو قال له: اسأل الله لنا، استغفر الله لنا، ادعو لنا. فجعل يدعو له لأنه خبره، قال له: راه النبي صلى الله عليه وسلم بشر بك وقال إنك مجاب الدعوة، فإذا لقيتموه فاسألوه الدعاء. وبقى أويس القرني كيدعو مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما أدراك ما عمر؟ شوف القضية الغريبة، هذا عمر وزير رسول الله، وزير الدفاع ديال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الشخصية العجيبة، ثاني الخلفاء الراشدين الذي فارق الله به الحق والباطل، الفاروق اللي كانوا المسلمين قبل ما يسلم كيأذنوا بالسكات، من اللي يسلم قال بلا نرفع صوتك بالأذان عالية. هذا الشخصية ما شاء الله يسأل رجلا من التابعين درويش مليوح في وفد اليمن، كيقول له: طلب لي الله، لو لم يكن هذا الرجل أويس قد صدق الله حقا
وسار إليه سيرا، وتقبله الله في الصديقين وفي أهل اليقين، والتف حوله الناس. هاد أويس بدوك يطلبوا منه، يقولوا طلب من الله طلب من الله. فحدثت الروايات أنه هرب بعد ذلك واندثر خبره في الصحراء، حد ما سقروا الخبر ولا عرفوا فين جلح حتى مات وانقطع خبره. ولكن الروايات ديال الكذب زادت في القصة، مشي دابا الأخبار ديال القصاص والكتب التي لا أسانيد لها بدأت تحكي أنه سكن في واحد الدار وجاءوا المتصوفة بدأوا يدقوا عليه وقالوا ليه وقال لهم، خيالات من الأخبار لا أصل لها. حد القصة الصحيحة الشيء اللي فيها، وكل زيادة عليها فهو باطل مكذوب، كما وقع شخصية الخضر عليه السلام، الرجل الصالح أو العبد الصالح، زادوا فيه آلاف ديال القصص التي ما أنزل الله بها من سلطان، وجعل بعض جهال العباد يتحدثون أنهم التقوا الخضر عليه السلام يعني في القرن الثالث الهجري والقرن الرابع الهجري، وهذا جهل خطير جدا. كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي مليء بحال هذه الخرافات. هذه أبو حامد رجل عالم حجة الإسلام، أنا ما عندنا شيء إلى واحد غلط ضربوا تزوطوا وتخرجوا خارج الدائرة الإسلامية إطلاقا، حجة الإسلام. لكن في إحياء علوم الدين عنده خرافات كثيرة بسبب جهله بالحديث، كانش رجل ديال الحديث، وأخذ علوم الحديث من جهال المتصوفة، ولذلك دخلت الخرافة كتابه. وإلا ففي تحليل النفس وبيان أمراضها وأدوائها كان رجلا عبقريا حقيقة فعلا، بل هالعلوم الأخرى يعني علم الأصول والأمور الأخرى كان عبقري. طيب، ولكن في هذا الجانب ديال الحديث ما تعولش نهائيا على إحياء علوم الدين وأمور العبادات، ما تعولش نهائيا على إحياء علوم الدين. يحدث فيه عن بعض المشايخ، جهال المشايخ، ومنهم كذبة، فيهم الكذبة، ومنهم كذبة أنهم لقوا الخضر عليه السلام. دابا عندنا سؤال واحد مزيان، جبنا هذه القضية للبيان. هذا الرجل اختلف الناس في شأنه، أهو عبد صالح أم ملك؟ اللي صفت له الله عز وجل صفت له سيدنا موسى. إذا كان ملكا فمعنى أن يحدث شخصا من الناس معنى أنه لا ذاك الإنسان نبي، حينما يتمثل له بشرا سويا ويحدثه فهذه نبوة، ولا يقع هذا إلا للأنبياء، كما كان بين جبريل عليه السلام ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وبين الأنبياء الذين قبله. فإن لم يكن ملكا كان غير رجل صالح وربي أعطى هذا العمر الغريب من زمن موسى تلقرن الخامس والسادس والسابع، وبقي الجهال كيحكيوا أنهم تلاقوا الخضر، هذاك إبليس اللي كيتلاقوا بالتأكيد إبليس. لماذا؟ إذا كان إنسان صالح وعاش هذه المدة هذه، سؤال لماذا لم يلتقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علاش ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم غادي يجي أويس من بعدي، والخاضر عايش معاه في زمانه ما يتلقاش به، ويجي فلان ولا فرتلان من بعد النبي ويشوفه، ولا هذا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم إذن؟ ولذلك بطلان هذه الروايات مقطوع به. اليقين اللي كيقلب على اليقين لا يبحث عنه في الخرافة، وإنما يبحث عنه في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الصدق فيهما. إن شحال واحد يصدع الناس كتاب السنة وكتاب السنة وهو فارغ من الإخلاص، لا بد من الصدق فيهما، وإلا كان ذلك كله حجة عليه يوم القيامة، نسأل الله العافية. اللهم اجعلنا من الصديقين، اللهم اجعلنا من الصديقين، اللهم اجعلنا من الصديقين، وارزقنا اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا بفضلك ورحمتك، اللهم بلغنا بفضلك ورحمتك، اللهم بلغنا بفضلك ورحمتك، وتقبل منا صومنا، واغفر لنا ضعفنا، واغفر لنا عجزنا، واغفر لنا تقصيرنا، واغفر لنا كسلنا، واجعلنا لك من الشاكرين، وأدخلنا في رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.